ميني ستوديو. هلو، حلقة جديدة لميني ستوديو، واليوم كلنا مبسوطين كتير لأنه اليوم عيد الموسيقى، وكلنا اليوم بعد الظهر راح نروح نحتفل بهالعيد الحلو. وين ما كان في كونسرتس وموسيقى، وكل الأشخاص اللي بحبوا الموسيقى أكيد بينبسطوا اليوم وبيسمعوا أنواع كتيرة من الموسيقى يلي كتار من البنس بيكونوا عم بيلعبون وين ما كان بلبنان كمان، وخاصة هالعيد بيحتفلوا فيه كمان بمناطق كتيرة وببلدان كتيرة بأوروبا عن عيد الموسيقى. طيب، بما أنه نحن بنحب الموسيقى أكيد بميني ستوديو، أنا جبت كمان كتب لأصحابنا الصغار يلي هن عم بيكتشفوا شو هي الموسيقى. أول كتاب اسمه Les Instruments du Monde 600 à écouter، بقلبه فينا نسمع هالآلات الموسيقية مثل هيدا الأكورديون وهون ماندولين وغيره كمان من الفلوت والكرة دربكة بالالايكا. فإذن بهالكتاب فينا نسمع أصواتهم وأنغامهم. أما هالكتاب اللي اسمه إيماجيدو لا ميزيك كمان فينا نسمع صوت البيانو وغيرهم من الانسترومون دو ميوزيك تنتعرف عليهم ونكتشفهم. ويلي منكم بحب كتير آلة موسيقية لازم يطلب من أهله أنه ياخد دروس ويقدر يتعلم يعزف على هالآلة الموسيقية، وإذا بحب كمان يجي على ميني ستوديو يسمعنا شو عم بيتعلم. طيب، اليوم سيلا فيت دو لا ميوزيك، وهلأ حلقتنا راح تبلش وأكيد في بقلبها أغاني وتسلية مسابقات وهدايا كمان لإلكم. كتار منكم حضروا عن اي فريق رح نحكي اليوم، لانه بمجرد ما قلكم كريستيانو رونالدو ونحضر هيدا الفيديو لكريستيانو رونالدو عم بيتسلم البالون دور او جائزه افضل لاعب بكره القدم، دغري رح تعرفوا انه عم نحكي عن البرتغال. البرتغال فريق فيه لاعبين كتير مهمين مروا فيه على مر التاريخ، يعني من اول ما بلش لهلا، مثل بيبي من قبل وهلا صار فيه كريستيانو رونالدو وكتير غيرهم. البرتغال رغم كل هيدول اللاعبين الكتير قوية اللي قطعوا فيه واللي تركوا بصمة، ولكن لهلأ بعد ما قدر يربح المونديال ولا مرة. سنة 98 كانت سنة كتير حلوة لفريق البرتغال لأنه حقق أعلى هدف لإله، جاب 8 أهداف مقابل ولا هدف للختنشتاين، كانوا عم بيلعبوا ضد الختنشتاين واللي هو كمان بلد عنده فريق فوتبول، جابوا 8 أهداف مقابل ولا هدف.
ولكن اكبر خساره لهم كمان لانه كل فريق عنده ربح وعنده خساره. اكبر خساره لفريق البرتغال كانت ضد انجلند لما انجلند جابوا 7 اهداف مقابل ولا اي هدف لفريق البرتغال. بدلة فريق البرتغال يمكن شفتوا كريستيانو رونالدو كان لبسها، هي امرار بتكون بوردو، امرار بتكون حمراء، وامرار بتكون كمان بيضاء. كلهم هدول بدلات بيلبسون بيلعبوا حسب باي ماتش مسابقين. باخر مره صار فيها المونديال البرتغال كانت بالمرتبه الرابعه. معقول هيدي السنه تكون بالمرتبه الاولى؟ أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. بون منت أدباء الآف لليوم رح نشوف كيف معقول نتدرب كتير منيح على هيدي اللعبة قبل ما نجي لهون على الاستوديو. إذا بعد ما حفظتوا شو هو السيت www.youthpackage.com فيكن تلاقوه على بيج ميني ستوديو، نحن عم نحطه دايما. بتفوتوا على بيج ميني ستوديو أكيد تعملوا لايك وبتنبشوا في بوست نحن حاطينه مش من زمان، play 3 minutes at BLF، يعني بدل ما نلعب دقيقة مثل ما بنلعب بالاستوديو معنا 3 دقايق لنتمرن كتير منيح ونجيب أعلى سكور ممكن. على هيدا السيت فيكن تتمرنوا مثل ما قلت لكم وتحضروا حالكم لتجوا لهون، وأكيد تلعبوا وتتسلوا وتربحوا مع بانك ليبانو فرانسيز. أما الأمس كلوب ممبرز يلي وصلوا اليوم لعنا على الاستوديو بنتعرف عليهم هلأ وبنرجع منبلش معهم اللعبة لنشوف مين معقول يربح. رودي حكيم بيحب كتير الباسكتبول وما بيحب الفوتبول ولا فريق البرازيل. أنتونيلا شيدياء بتحب تروح على البحر كتير وما بتحب تاكل فاصوليا. كنا عم نحكي أنا ورودي هلأ وقال لي إنه تمرن كتير منيح قبل ما يجي لهون ومتوقع إنه هو يربح اليوم باليوث باكج، فرح ننطر ونشوف إذا رودي أو أنتونيلا رح يكون الرابح اليوم. ستارت جيم. 50 ألف 25 40 صح 140 ألف خمسين 70 ألف 66 215 ألف 90 ألف 245 إذا غلبطت كبوس على النص بيرجعوا لمحلهم. خلص وقتك وقدرت تجمع 3675 نقطة. بقي إنه تلعب أنتونيلا ونشوف إذا رح تقدر تجمع أعلى من رودي ولا أوطى. بلاي جيم. 5000 20 51 ألف 100 ألف 50 بعد بدنا 50 أو أوكي 100 ألف 1 تانية 31 26 ألف 9 بيرجع لمحلهم 30 170 ألف وخلص وقتك أنتونيلا. 1615 نقطة هو سكوريك أنتونيلا، ومع هذا السكور بيكون رودي اللي ربح معنا لليوم. فإذا التمرين على www.youthpackage نفعتك رودي وأكيد تنفعكم لكم كمان، فوتوا على هذا السيت وتدربوا كتير منيح ورجعوا روحوا على بيج بانك ليبانو فرانسيز، اعملوا لايك ميني ستوديو تاب وسجلوا اساميكم، هيك نحن بنرجع بنتصل فيكم وبندعيكم تتجوا لعنا. اما هلا رح نروح نشوف شو الكادو تبع رودي ومن بعدها بنكفي بميني ستوديو. هديتكم من بانك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان $100. مبروك.
وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لعبرهم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. Happy birthday كيفن أبو خليل. مبروك Kids Teens Guide، هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. مبروك ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركن عند Pixels Hair Salon. Feel the magic in the Magic system, the one, show key.
C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambos. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. حلو كتير، وكل يلي بحبوا الموسيقى أكيد بينبسطوا اليوم. اليوم فيكن تستفيدوا تتسمعوا أنواع كتيرة من الموسيقى، من الموسيقى الكلاسيك للجاز للبلوز لغيره من البوب ميوزك، تتقدروا تتعرفوا وتعرفوا أكتر وأكتر عن أنواع الموسيقى، لأنه الموسيقى مهمة كتير بحياتنا. وإذا كنتم نرفزين أو معصبين ما لكم إلا تسمعوا شوية موسيقى وبتشوفوا كيف بتغيروا جو وبتصيروا مبسوطين وعم تضحكوا. إذا أنتم بتعرفوا تعزفوا على شي آلة موسيقية أو بتحبوا تجوا لعنا وتشتركوا بالبرنامج، اكتبوا لنا عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، وأكيد نحن بندعيكم تتجوا لعنا على ميني ستوديو تلعبوا وتعزفوا أو تفرجونا مواهبكم الكتيرة. وهلأ رح نشوف مين منكم رح يربح معنا بصندوق بريد ميني ستوديو. صندوق البريد مليان الرسائل، وكل يوم بنقرا رسالة واحدة. رسالة اليوم من مايا. مايا بتقول انه هي بتحبنا كتير، مايا ابو باكر، وبتبعت لنا بوسة كبيرة وبتعطينا بتقلنا انه هن مش عايشين بلبنان، وهي وولادها يلي بيحضرونا دايما دايما بيقولوا انه لما يجوا على لبنان لانهم عايشين بالمانيا هن بيحبوا يجوا على البرنامج ويتعرفوا علينا. فاذا ثانك يو على رسالتكم، ونحن بنقول هاي لكل اصحابنا يلي عايشين بكل بلدان العالم بيحضروا الام تي في وبيحضروا ميني ستوديو، بنقول لهم هاي. وبنقول كمان لما انه لمايا انه لما تجي على لبنان فيها تتصل فينا، ورقمنا هو 03 85 86 87، تتعرف كيف فيها تحصل على الهديه وكمان تجي مع اولادها تشترك ببرنامجنا. ثانك يو، مبروك لكم، انا بشوفكم بكره بحلقه جديده. مبروك، الهديه هي لعبه حلوه كثير تقدمت ابو شبكه. مبروك لكم، الهديه هي ساعه حلوه كثير تقدمت كيان روجيه.